اللي بيتردد انه كابتن حسام ترك النادي الاهلي عشان عرض اهلي طرابلس، وده زعل الناس لان هم كانوا شايفينك مدرب المستقبل تعيش سنوات طويله جدا. ده اغضب البعض داخل اداره النادي الاهلي. لا. دي النقطه الاولى. والنقطه الثانيه عشان اخلص بقى الاتهامات كلها، قصه انه لما حصل موضوع بيراميدز وكان في نوع من انواع الاول يعني نوع من انواع الخلاف في وجهات النظر، خلينا نقولها بشكل مهذب، وحسام البدري تولى رئاسه النادي، ده شويه خلى المسافات تبعد شويه. اولا ناخد نقطه نقطه. النقطه الاولى موضوع ليبيا. موضوع ليبيا كان وقتها موجود الكابتن حسن والكابتن خطيب، واستاذنت الكابتن حسن وقتها جالي عرض ليبيا، وفي نفس الوقت كان هناك بعض الازمات اللي موجوده بالنسبه لحته التدعيم وبالنسبه لحته ان احنا نجيب لعيبه وكده، وبالنسبه حتى الضائقه الماليه اللي كانت موجوده. فكان في العرض الليبي، كان جاء رئيس النادي الليبي قعد مع المسؤولين في النادي الاهلي. وفي نفس الوقت انا رحت راح من القنوات الشرعيه طبعا، استاذنت الكابتن حسن وقتها كان هادي خشب هو الموجود مدير كوره. واتكلمنا، فكلمت مع الكابتن حسن وقتها وخدت الضوء الاخضر. خدت الضوء الاخضر. انا باكد كده لان استحاله ومش هقدر. ما كنتش هقدر لو كان في رفض. لان تفتكر مره يا كابتن شوبير، انا هفكرك بحاجه يمكن انت هتبقى مساند ليا فيها، تفتكر لما انت كنت مسؤول في اتحاد الكوره وطلبت من الكابتن حسن حمدي ان انا اتولى مدير فني للمنتخب الاولمبي، والكابتن حسن قال لك لا انا برفض. انا عرضت فعلا ساعتها. طلبت من الكابتن حسن ان انا اكون مدير فني للمنتخب الاولمبي، وكابتن حسن حمدي قال لك لا مش هينفع اسيب حسام البدري دلوقتي. احترمنا تماما وجهه النظر، وانا كمان احترمت احترمتها جدا. وانا وقتها ما كنتش لسه طبعا النادي الاهلي هو اللي يقرر، وكنت لسه بالظبط كنت لسه ما كنتش مدير فني. والمنتخب الاولمبي اما اخده يبقى انا ابتديت احقق خطوه مدرب عام للنادي الاهلي ومدير فني. لكن اول ما النادي الاهلي النادي الاهلي قال لي مش هينفع، طبعا انا قلت يعني وافقت على طول طبعا. والاولويه للنادي الاهلي وقراري اللي بيحققه او هو اللي بياخد القرار النادي الاهلي كان بالنسبه لي. فلو كان النادي الاهلي قال لي انت مش هتمشي ما كنتش همشي. ما كنتش هتمشي ما كنت طبعا ما كنتش همشي. طيب.